يعني التاريخ ده كله وانت اكيد جوه نفسك وانت بعيد عن النادي الاهلي دلوقتي بتبقى زعلان. اه طبعا، يعني النادي الاهلي ده بيتي، وده النادي اللي انا اتربيت فيه وعشت فيه طول، يعني من وانا عندي 14 سنه كنت في قول لي الناشئين. قصة انضمامك للنادي الاهلي. قصه انضمامي للنادي الاهلي كان في، انت عارف، كان في 2003 او 2002 حاجه زي كده، كان في بيبقى اختبارات على في المناطق اللي هي الشعبيه. ايوه فكان عندنا في المعادي كان في نادي اسمه نادي شيكو، ده كان معروف قوي نادي زمان، ايه؟ شيكو. شيكو. اه فكان في اختبارات، فزي اي حد بروح وبقدم. كانت الاستماره ساعتها ب 3 جنيه، ف في نادي شيكو مش في نادي اختبارات شيكو، اهلي، لا في نادي شيكو بس النادي بتوع الاهلي الاهلي. هو اه اللي النادي بيروح الاهلي هو اللي بيروح، الانديه ومراكز الشباب يعمل يعني اختبارات. بيبقى في مثلا في المعادي، في شبرا، ايوه في مش عارف في بلد ايه، بس في اختبارات كفر الشيخ. الاهلي اه اختبارات الاهلي زي ما بيعملوها في المحافظات دلوقتي وفي نفس المراكز الكلام. الشباب وكده. فانا رحت، كان عندي ساعتها 14 سنه، فكان كابتن اسامه عربي هو كابتن اسامه عربي. اللي ماسك ساعتها. فمن اول كورتين دخلت الملعب، من اول كورتين قال لي تعالى، كنت رفيع كده، قال لي تعالى انت مواليد كام؟ قلت له مواليد 86. وساعتها كان في موضه، الناس الصغيره دي كان ساعات بيبقى ايه، مزورين. فهو كل شويه يقول انت 86؟ اقول له اه مواليد 86. قال لي طب اقعد. فبيبقى مثلا من الساعه واحده ويخلص مثلا زي لما الليل يليل، من بيبقى الساعه 5 6، عدد كبير. لا عدد كبير جدا. ففضل بالظبط، مقعدني جنبه، يعني فضلت قاعد جنبه، قال لك تعالى انت قال هنا لي تعالى اقعد. اه اقعد وحجزك جنبي، جنبه. اقعد جنبي. يجي مثلا الفرقه اللي هتختبر اعلى مني او اكبر مني سنا، يروح منزلني برضه يشوفك. يشوفني كويس، تعالى اقعد. فاللي بعدها والوم مجره. اوكي. فبعد كده قال لي انت لعيب كويس، تعالى لي على نادي مدينه نصر. لما اهلي بتقبل هنا، مدينة اه نصر. اهلي مدينه نصر، لما بتقبل هنا بتروح رايح على مدينه نصر، في برضه بتاع يعني بيبقى اختبار او اتنين او تلات حاجه زي كده. فقال لي تعالى لي على هناك. فانا قبلها بسنه رحت الاهلي وما قابلتش، مشوني اي يعني بدون ذكر اسماء من المدرب اللي مشاني، ما ولا تقول مدرب يا عم، كبير. ايه المشكلة؟ لا انت لا قلت كابتن أسامة عربي اهو لا لا اكتشفك واختارك. لا لا لا، معلش، حد معروف يعني؟ حد معروف يعني كده. وما قابلتش قبلها، يعني ده السنه عادي، اللي اصل قبلها ما بتبقى خلي قابلتش. بالك ساعات ممكن مش عيب في المدرب لا ده، بيبقى في عدد كبير ما بيكونش مركز مثلا بالالافات بالالفات. يعني. بالظبط. كان مين بقى فقبلها قلت؟ بسنه بلاش من عشان طيب هو ماشي حبيبي. بلاش. فروحت قبلها بسنه ما قابلتش. ما قابلتش. فانا رحت الاختبارات، فانا خلاص بقى يعني نادي شيكو ده كان جنب البيت بتاع والدتي. فقال لي تعالى على مدينه نصر. بالنسبه لي مدينه نصر دي عشان بعيد اروحها بعيد مشوار. جدا. فوالدي الله يرحمه، ف قلت له انا عملت اختبارات وقبلوني وهروح النادي الاهلي مدينه نصر في اختبار او اتنين. قال لي لا انت جربت حظك وخلاص وما مش هتروح. قلت له خلاص ماشي. انت يعني والدي اللي هو خلاص يعني كلمه خد قرار خلاص، خلاص. اه كلمه يقولها خلاص محدش يتكلم بعدين. فانا رحت من وراه قلت لحد كده قريبي تعالى وديني مدينة نصر. مدينه نصر. باباك عارف؟ قلت له اه عارف. فرحت هناك قبلت. ف عملوا لك اختبار لا رحت تاني هناك، اه لا رحت هناك ما لقيتش كابتن اسامه كمان. كمان. قلت بس هيبقى زي السنه اللي قبلها، ف هيبقى في مشكله. بس الحمد لله ربنا كرمني. اللي بعده بقى كابتن اسامه عربي برضو، الاختبار اللي بعده لقيته. قال انت جيت الاختبارات وانا متابعك، فهات ولي امرك وتعالى امضي. فرحت جايب، كان والدي الله يرحمه قلت له بقى مات. انت رحت من وراه ولا كان توفى بقى، كان يعني توفى؟ في نفس كان السنه توفى. فخدت والدتي ومضيت، فرحت الناشئين وكنت فرحان جدا الحمد لله. فدي قصتي دي من اول، البداية. دي البدايه. بس بقى لما صعدت درجه اولى كان في، انا قلتها كتير بس برضو عشان احنا بنتكلم، عشان الناس بتفتكر ان الموضوع سهل، انت بتروح حتى لو معاك واسطه مش لا عارف ايه. لا طبعا صح الواسطه دي هيبقى هتيجي لوقت معين خلاص، لا مش صح هيبقى فيه صح واسطه. فانا كانت مستر مانويل جوزيه ساعتها، كنت انا بتصاعد يعني مع كابتن فتحي مبروك، كنا ماسك ال 20 سنه. بس كنت كنت انا ساعات بلعب، وانت صغير كنت انا صعدت 16 سنه 16 بس، 17 اللي سنة هو بتصعد اطلع وانزل، مش مشكلة. اللي هو بس اللي هو زي يعني الناشئين اطلع في وانزل لعيب اطلع كويس وانزل، في فريق ناشئين متشاف يعني. بتتشاف.